مناسبة سعيدة على المغاربة هو الاحتفال بميلاد ولي العهد اللي بلغ 20 سنة. الله يطول عمر سيدنا والله يطول عمره والله يخليهم سنة لهذا البلد الأمين. لذلك هذا النشاط هذا دايرينه بشراكة مع جمعية المغاربة المقيمين بجنيف. واحد القنطرة بيننا وبين العالم المغربي عمره ما كينسى أصلا. وهاد المغاربة هادو محمرين وجهنا فيما مشاو وعمرهم عمرهم سوا بلادهم. السيدة ديالو اللي جاو من سويسرا جاو نزلوا مع الوحدة ونص باش يحضروا معنا هاد الاحتفال هذا، فمرحبا بهم وشكرا لهم على المجهود اللي كانوا معنا. كذلك الجمعية المغربية للمواطنة والدفاع عن القضايا الوطنية وهذه السكو فينا سي محمد السهمي. وما ننساش واحد الجند من جنود الخفاء اللي هو الحاج الرويج لهذا الراجل هذا. انا صراحه سخروا الله لهذ الوليدات علاش حنا يمكن كنتصوروا كنبانوا، ولكن هذا الراجل هذا الله يعطيه صحيحته راه ساهم كثير في هذا الشيء. هذا الجمع هذا راه مساهم فيه الله يكثر الخير والله يجعله ليه لله. واي واحد ساهم ما نساو السلطات المحليه اللي صراحه هما شرفونا وتعاونوا معنا وسهلوا علينا الماموريه بالحصول على التراخيص اللازمه. وكذلك الاكديتال المستشفى الخاص لساده حتى هما تعاونوا معنا وعطاونا البلوك باش نديروا العمليه وتعاونوا معنا في التحليله في هذا. شكرا لهم بزاف. هذا على مستوى العمليات التنظيميه اللي مرات باش تدوز الطياره في امان الله، ولكن كاين اليوم هذه العشيه فيها عساوه فيها تنشيط فيها الاخوات الجمعويات فيها سي سمير مول عساوه فيها الاخوان الفرقه مشكورين فيها الجنود الخفاء رئيسات الجمعيات اللي معنا بزاف ديال الشباب اللي متطوعين. فشكرا لكم بزاف ما نطولش. الاسم ديالي عبد الجليل الرويجل نائب رئيس جمعية المغاربة المقيمين بنيف. تأسست الجمعية في 2013 وتنحاولوا كل سنة نديروا أعمال خيرية في البلاد على أننا خصنا نغيروا منها ونغيروا عليها ونديروا اليد في اليد باش نزيدوا لقدام. ولقينا هذا الحلوة وأننا كل شهر فبراير من 2013 تنديروا جمع وتنظموا نسخه فيها اعمال اجتماعيه منها الاعذار منها المبادرات مع الاطفال اليتامى في دار اليتامى او في دار العجزه. وكنا بنينا حفرنا بير في جنوب ديال اكادير وحصلنا الشرف مع اتصال مع الاخوان الاخ الحاج الرويجل اللي هو الاخ ديالي الكبير السي يوسف الشفوعي والسي محمد السكو والسي سمير. كانوا عرضونا قالنا علاش اللي ما تنديروا دائما غير في اكادير علاش ما نكونوش حتى هنا في سلا. وحصلنا الشرف اننا نجي ونزورهم هنا في سلا في 2019. في 2019 درنا عمليه ختان وزرنا دار العجزه وعطينا سرير الكتريكي لقرية قريبة من سلا. وهذا العام هذا جددنا هذا العملية مع الإخوان ديال سلا. حاولنا نديروا قافلة ديال الإعذار وبدينا بسلا هما الأولانيين. تحصلنا الشرف على هذا الحفل اللي هما دايرين اللي هو يعني فوق من الطاقة. عمرنا ما عشناه واخا اننا عندنا تجربه ما عمرنا ما عشنا هذا الحفل. حفل تقليدي مغربي بالحنه وبالاعذار وبالمسائل اللي هي كلها تكون ان شاء الله بخير. ومن بعد كما قلت من قبل غادي ندوزوا لتطوان ان شاء الله والسماره وننتهيوا في النسخه الحادثه 11/10 تكون ان شاء الله في الداخله وفي اكادير ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.